استاذ خالد، المراسم الدوليه للتطوير العمراني الشريك الرابع للنادي الاهلي تعني لك ايه؟ ده طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي يستحق اكثر، وهتلاقي بالتاكيد كلنا عارفين ان في رعاه اكثر. النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم هو احد جسور الثقه لاي معلن يريد الوصول الى الجمهور المصري، لان النادي الاهلي القاعده الاكبر، الجماهيريه الاكبر، كل شيء بيقول كده على الارض الواقع، على السوشيال ميديا، على الفضائيات، كل شيء بيقول كده. وبالتالي لو كنت حابب انك توصل للشريحه الاكبر لابد انك تستهدف الكبير.